مع بداية الأسبوع أكيد بدي أحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا، بالطبع عم بتابعوا اليوم مشاورات اللي عم بيقوم فيها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع كافة الأحزاب والتيارات والمعنيين بشؤون هذا البلد. وكل ما بهم اللبناني أنه عم نسمع كتير حكي، نسمع كتير وعود، النائب النفسي وغيره اللي طالبوا اليوم اللبناني هو ما بقى بده وعود، بده أفعال. معلومة بمعلومتنا لليوم، عممت وزارة المالية إجراء بيتعلق بالسماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة، وبيقول طبعا التعميم هذا التعميم بدي أقول أنه نشر بالجريدة الرسمية ب 3/11/2017، حيث أن المادة 49 من القانون رقم 66 بتاريخ 7/11/2017، يعني اللي هو قانون الموازنة العامة 2017، أجازت إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة. لذلك تعلم وزارة المالية الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة باستثناء الشركات العقارية والمكلفين اللي بيتمتعوا بإعفاءات أو استثناءات من ضريبة الدخل على الأرباح، أو سبق لهم أنه تمتعوا بهذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولو أنه لمرة واحدة، وذلك ضمن مهلة 12 شهر تنتهي ب 8/11/2018، إجراء عملية إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة على أن يتم تقديم طلب للحصول على 5% موافقة الإدارة الضريبية على هالعملية، وأن يتم تسديد ضريبة نسبية معدلة مثل ما قلنا 5% من قيمة الفروقات الإيجابية، وإرفاق إيصال التسديد بالطلب المقدم للإدارة الضريبية. برجع أذكر كمان أنه بموضوع الانتقال، رسوم الانتقال كمان اليوم صار في فترة سماح، وبدي أذكرها لتركات قبل 13/10/1994 اليوم إعفاء من رسوم الانتقال. متابعة. بمتابعتنا موضوع الصرف الصحي اللي شاغل كل البلديات والبلدات، يلي صار مهم كتير، والأهم أنه يكون في عنا شبكة جديدة، يكون في محطات تكرير. فاليوم في يقول الفرزول على الخط الصحيح، ومعي على الخط مباشرة رئيس البلدية الأستاذ غسان، الأستاذ ملحم غسان، يلي رح يخبرنا شوي عن هالشبكة كيف عم تتشرك، خصوصا أنه نحن تلقينا اتصال من أحد الأشخاص قال في ناس تشركت في ناس لا. فلتوضيح الموضوع رح مباشرة رح نسأل السؤال لرئيس البلدية. رئيس صباح الخير. الو صباح الخير، يعطيك الف عافيه. ولك كمان، بعتقد الفرزل من بين البلديات القليل يلي صار عندهم شبكه صرف صحي متكامله وشركت وعم بتنسقوا مع الجوار مع ابلح وغيرها، ما هيك؟ اي نعم. تفضل. يعني بدي احكيك عن ضيعه الفرزل. نحن الفرزل اول ضيعه عملنا محطه تكرير. نعم. يعني محطة التكرير عملناها بالفرزول، وجينا بعد الفرزول عملنا بأبلح، نحن ساعدنا بلدية أبلح لحتى صار بيه بالفرزول، وأبلح يعني أول محطتين تكرير بالباع. نعم. وهني بيلقطوا نبي أيلة ونيحة كمان موصولين على أبلح، والفرزول هي بلدة كبيرة يعني قد ثلاث ضياع، كمان عندنا محطة كبيرة. كثير مهم يعني إنه يكون يعني معلوم مهم، يعني نحن كنا السباقين خصوصا بتعرف اليوم التلوث اللي طاني كل العالم عم تصدق منه. معي 100%. هلا واللي عم يحكوا انه في ناس وصلوا وناس ما وصلوش. نعم. انا رح احكيكي شغله واضحه. نعم. نحن كل الفرزول موصولي على الصرف الصحي على الجريد. نعم. وانا اليوم من كمان في عنا شغله زياده. نعم. ليش حكيتي معي اليوم؟ لاقول لك انه كمان بدي اتشكر انا الوزير الطاقه سيزار ابو خليل، لانه كمان بعت الوزاره على الفرزول وابلح كل اذا في بعد شيء خط مطرح مش موصول بدي وصله، لانه عندنا محطات التكرير. نعم. وانا يعني على الهواء هلا بحكيكي بقول لك انه بلزم كمان انه ما في بيت بالفرزول الا ما موصول على الصرف الصحي. يعني يلي اتصل فينا نحن بلغناك وبفتكر حكيته. نعم.
نعم. اتصلت انا هلا اليوم واحد موصولي صار اكثر من شهر كمان موصولي. اليوم ريس يلي مش موصولين او يلي مش عارفين حالهم موصول لين يتاكدوا والا يتواصلوا مع البلديه، لانه عم تشركوا انتم. البلديه مفتوحه 24/24، نحن نتقبل كل اتصال. نعم. بعدك معي؟ انا عم اقول لك على الهواء، يعني عم اقول لك اياها الشغله. نعم. انه نحن عم نتقبل كل اتصالات الموطنين، ونحن ما نحن عم نروح، نحن البلديه عم نروح نشرك الخط تبع البيت تبعه، لانه هي واجباتنا نحن. نعم اكيد. يعطيك العافيه. اليوم اللي عملتوا هالمحطات، يعني هل كانت بتمويل بلدي او كانت بتمويل من الوزاره او من مين كان التمويل؟ المحطات كانوا من اليو اس اي، الشعب الامريكاني اللي عم شكرهم اني كانوا الصبيين وهن اول ناس عملوا محطه عندنا. اها. يعني يعني وجود محطات تكرير بالمنطقه قديش مثل ما قلت بيحمي المزروعات والبيئه يعني. نحن كنا عم نصرخ من زمان. مزبوط. عم نعلي الصوت. نعم. بعدنا يعني عم نعلي الصوت نحن، لانه العالم اللي طاني صار خلص، صار كله صار صحي 100%. صاروا المزارعين في منهم كانوا عم يسقوا يعني الخضره تبعهم من اللي طاني. نعم. وهذا اثر سلبا على العالم، يعني السلطنات كلها زايده زايده من وراء الشيء هذا. نعم. لازم الدوله تحزم امرها، وكل البيع صار عندها صرف صحي، واللي طاني يرجع نتسبح فيه ونشرب. كنا احنا من زمان كنا صغار، عم حقيقي من 50 سنه كنا نشرب منه للي طاني. اها. هذا ما فيك تبري من حده للي طاني. اليوم مثل ما بتعرف ريس، صار كاب للنفايات وصار صرف صحي، اللي طاني اسمه صرف صحي صار. في هلا خطه وطنيه واندفع مبلغ يعني 80 مليون او اكثر يمكن لبدايه تنظيف وتأهيل اللي طاني. هلأ ما بعرف إيه وين صارت، بس أنا اللي بهمني اليوم أنه بلشتوا على الخط الصحيح، يعني الفرزول نيحة أبلح صار عندكم محطة التكرير، وهيدا الشيء بيطمن بالمنطقة على أمل تتوسع عند الكل. أهلا وسهلا فيك رئيس بلدية الفرزول ملحم غسان. وطبعا نحن بنتمنى أنه أي بلدية اليوم أن تساهم مع عدة بلديات يكون في محطات تكرير، هيك مش بس بنحمي الزراعه، البيئه كلها ككل. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 باخذ اول اتصال لليوم. الو 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 تفضلي. ايه بدي احكي معك؟ ايه معي انا، تفضلي ريبيكا معي. قليلي قليلي. هلا العربيه في شارع تربو، عربيه واقفين عربيتين على الشمال وعلى اليمين، بس ما مضايقين حدا يعني، وكثير واقف على الطريق وماشي كل حال. طرقون زبوطه، طلعت التباريس، العربيات على الصفين وعلى نص الطريق، طلعت الكراكور اللي بتودي على سبينز بالاشرفيه، العربيات على الصفين وثلاثه وعلى تروتوار على اربع صفوف، ما حدا بيعمل لهم ضبط. ليش مطورين على هالحي هي تبع شارع ترابو؟ ليه عملوا لهم ضبط؟ يا بيعملوا ضبط للكل يا ما يعملوا. انا مع القانون بس بالفوضى لا، عيب عليهم. ايه بس اذا هو صاحبين الكراكون البوليسيه بالكراكون حاطين عربياتهم عكس السير ومحلات ممنوعه، مدام حاطين شيء بالشارع ممنوع الوقوف، يعني حاطين اشاره ممنوع الوقوف؟ لا لا ما في، هذا عنده في محل ما عم يلحموا مش حاطين. هيدا لنا نحن حاطتنا اياه بلديه، على باب جراجنا نحن موقفين، ما فايتين على الجراج، واقفين على باب جراجنا ومش على تروتوار. هيدا لنا نحن البلديه حطتنا ممنوع الوقوف مشان كانوا يسكرونا الجراج بعد ما نضرب العربيه ما بنقدر. بس مش انا بقصد، انا مدام بقصد بشارع تربو حاطين يعني اجمالا في ميله وحده، واحد بده يصف الميله الثانيه لا، مبلغين يعني حاطين شيء ولا مش حاطين؟ ليش ميله ايه وميله لا؟ وغير محلات كل ما يبتدي بنص الطريق. يعني هاي بدي اشوف مع السير ببيروت شو القضيه، رح نشوف نحن بنتابعها يعني. اهلا وسهلا فيكي. مثل ما عم بتقول يعني انه يا على الكل يا ليش ناس بسمنه وناس بزيت يعني، بس كله هيئته ماشي بلشت الزبوطه. كمان اتصال. الو 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 تفضل تفضل مسيو. ايه الو مرحبا. مرحبا مدام ريبيكا. ايه اهلا اهلا فيك.
في شيء قديم جديد جديد قديم اللي هي موضوع المطبات. ايه مثل ما بتعرفي على اساس صدر قرار من المحافظ بازالتهم، ولكن للاسف عم نشوفهم عم يتفننوا فيهم موديلات صاروا يعرضوها ويعلوها وهذا. طيب مين مسؤول عنها؟ Your call cannot be complete. انقطع. اذا بعدك معي وين باي منطقه؟ هذا انقطع الخط. هو المطبات عم تنحط لما في مدارس، لما في منطقة سكنية مكتظة، لما عم بيصير في تشفيط، عم بيصير في سرعة بالليل، هنيك عاملين. بس اليوم وزير الأشغال لما استلم معالي الوزير فنيان وسعمم على المحافظين والقائم مقاميين يخبروا البلديات أنه إزالة المطبات، ولكن اليوم في كتار من البلديات تجاوبت وأزالت المطبات، في مناطق أزالتها ولكن حطت شيء تاني، يا مسامير يا فوسفور أصفر يا شيء، لأنه ظاهر بعدها يا عم نحصد قتلى يا عم بتصير في خطر على المارة، لأنه السائقين مريت بسرعة جنونية منا طبيعية. إذا رجع الخط مع المسؤول بس بهمني أعرف بأي منطقة نحكي البلدية. كمان اتصال. ألو. تفضل مسيو. يعطيك ألف عافية. أهلين. بدي أذكر إذا بتريدي بموضوع المدارس الفنية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. نعم. انه هالمدارس بعد لحد اليوم ما بلشت، لانه لقلك شغله، القرار بيعود لوزاره الزراعه مش للتعليم المهني والتقنيه اللي هيدا، لانه نحن يعني اشتغلنا عليها من اول ما بلشت السنه الدراسيه، عرفت؟ بالتعليم المهني والتقني قالوا لنا بدكم تراجعوا وزاره الزراعه بالموضوع، فنحن رجعنا بوقت وزارة الزراعة ونوعدنا أنه على أساس بدها تفتح، وإذ أفاجأ جمعة الماضي آخرة وهلأ أنه وكأن بعد ما فتحت ماني عارفة ليه، رح تبعها لنشوف ليه التأخير وأكيد بجاوبكم. ألو، كمان اتصال. ألو. ألو مدام ربيكا. نعم. وحياتك، أنا قاعدة بمنطقة درعون حريصة. إيه أهلا وسهلا. حيمر فريم. أهلين. إيه بحريصة جاي المي نهورة. وين ما كان جاي المي نهورة إلا بحي مار فريم، إلنا شهرين ثلاثة والله نقطة، وبنحكي مع البلدية ما حدا بيسمعنا، ما حدا بيرد علينا، والله العظيم أنا إلي ثلاثة أشهر بدي أتصل بمدام ربيكا ومع هلا طلقت الخط. مدام لإلك شغلة، البلدية بتساعد يعني، بس هو بدك تتصلي. طب ما تساعدنا لو بنقطة تجي هالمي كلها مش... حاطين خزانات على الأرض. مدام البلدية مش هي بتجيب لك المي، اللي بيجيب لك المي هي مياه بيروت جبل لبنان مياه كسروان، هي اللي بتجيب لك المي. انه راحوا للجماعه وحكوا ما في مي في بنايه مقابله في 20 طابق، وحياتك هيك بتطلعي المي عايمه عندهم عام، بيكونوا فاتحين العيارات وعندكم بالحي ما عم يسمعوا. واحد قال ما فيش فتح عيارات، طيب وين ميتنا؟ من هيك عم بقول لك مدام البلديه ما تحكي البلديه، اطلبي 3 6 9 0 8 0 1 3 6 9 0 8، احكي الكول سنتر واعطيه رقم العيار، رقم العيار عندك تتشوفوا شو الموضوع تيقدروا يطلعوا يكشفوا. عم نسأل ما حدا عم برد. عم تطلبي على هيدا الرقم؟ اه عم تطلبي على الرجال هونيك عم يطلبوا. شو بدي بالرجال او النسوان؟ بهمني توصل الشكوى للكول سنتر، هن بيبعتوا حدا بيكشفوا شوفوا ليش هذا الحي ما عنده مي. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وباخد اتصال كمان. ألو 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 ألو. تفضلي تفضلي. ألو. تفضلي مدام. ألو. أهلا تفضلي. ألو بونجور. بونجور. إيه بونجور مدام ربيكا. بونجور تفضلي. معكي مدام، أنا اتصلت فيكي شي 3 4 مرات. نعم انقطع الخط. كمان اتصال. الو الو. تفضل مسيو. ايه مدام ربيكا. ايه معك تفضل. مدام ربيكا بونجور. بونجور مدام ربيكا. نعم. الو. نعم نعم. مش عم تحكي معي مدام ربيكا. انا عم بحكيك بس انت بلعب بحكي معك بس اسمعني على الاباري مش على التلفزيون. اه معك على الاباري بدي احكي. ايه على الاباري احكيني على التليفون العادي. اه
ألو. تفضل مسيو. إيه حبيبتي. شو عندك تفضل. ألو. شو عندك تفضل. أنا مستأجر ببناية لشخص عربي. نعم. صار لي من 62 من 62 1962 أنا ساكن فيها. نعم. مع الزودات ومع كل القصص صار أجاري 900 و2000. أوكي. إيش هلا قانون جديد صار أجاري 10,500,000. نعم. هلا أنا بدي أفهم. أوكي. بكرة سنة 23 بيقولوا لي تفضل لبرا. يعني هذا موضوع انا ما في جاوبك عليه يعني عرفت بدك تشوف محامي انا مش عم بسمع استاذ وطي التلفزيون من عندك لانه نحن انت عم تسمعني على التليفون وعلى التلفزيون وطي التلفزيون عمل شوي الو مسيو يعني. انا هذا الموضوع ما في انا جاوبك عليه شخصيا هلا يعني اكيد انه الاجرار نافذ واكيد عم يعني في تراتبيه يعني تصاعدي او هيك ما بقدر انا جاوبك انا بس بتقدر تسال اي محامي تعرف يعني قديش لازم تدفع وقديه بيطلع عليك اوكي لان انا اكيد لان انا ما عندي كل تفاصيل القانون الجديد بس هلا سنه 2023 بيقول تفضل لبرا هو 12 سنه معه المستاجر بتصور 12 سنه ل 12 سنة من وقت صدور القانون الجديد تواصل بتواصل على فيسبوك الحل عنا مدام منى بتقلي مرسي لاهتمامك بتنظيف مجرى نهر الليتاني نقول مرسي لأكيد بلدية أنطلياس كما بتزيد هي بتمنى تهتم بالاشتراك لمولدات بمشروع المارونة فوق نهر أنطلياس الخمسة أمبير 65,000 ليرة بينما بمحيطنا جلدي بالزلقة وطريق دار الصليب ما بتتخطى 35,000 ونفس سعة القطع شكرا لاهتمامك صراحة ما بعرف إذا نفس القطع من هيك الأسبوع إن شاء الله بقدر أتواصل مع الأستاذ داني أوديشو حتى أعرف كيف عم تحتسب وليه بتفرق من مطرح لمطرح وخصوصا بنفس مثل ما عم بتقولوا بنفس المنطقة بدنا نتأكد منها وأكيد بجاوبكم مدام شفيقة بتقلي أنا ساكنة منصورية حي البلاطة في جورة أول مفرق حي البلاطة صار إلى شهرين كل يوم نصلي المسبحة حتى ما يروح معنا شي بالسيارة ما حدا عم يحكي عيب ولا عيب وين البلدية ما بعرف ما قلنا غيرك إن شاء الله توصل لنا صوتنا أوكي رح أحكي مع بلدية المنصورية لأشوف شو هيدي الجورة ومنشوف ليه مدام نانسي بتقول نحن ساكنين ببعبدة في ساقية مي حي بيتنا حد بيتنا وفي صورة كمان رح نشوف الصورة عفوا هيدي الساقية حد البيت اتفقوا مع البلدية ما كتبت لي هون إنه البلدية بتزبط المشروع المجرور ولكن البلدية قالت لهم أنا هلأ ما فيي زبط المجرور قبل الربيع والبنايات يلي قاعدين فيها فيها أولاد أطفال وصغار ويعني أكيد ما فيها ينطروا للربيع تيتزبط المجرور فأنا رح أتواصل مع بلدية بعبدة حتى أشوف ليه للبلدية مش هلأ أوكي يعني هذا اللي بدي أعرفه بمتابعتنا بدي أقول أنه موضوع الدمور لهم عدة أيام ما عندهم كهرباء وكمان كان في بمرتقة للحزمية ما في كهرباء في أعطال اللي صاير إنه شركة مقدمي الخدمات دباس ما عم بتصلح يعني أي عطل ضمن نطاقة حاليا ما عم بتصلح ولا عم تجبي ولا شيء يعني نحن بتمنى على كهرباء لبنان يا تعطيها حقها لدباس لأنه بفتكر ما عم بصير لأنه مش أخدين كل حقهم ولا شيء لأنه عم يطلعوا الضحية الناس يعني الناس عم يطلعوا بلا كهرباء تأخير بالصيانة وإلى ما هنالك بتابع كمان اخذ اتصال الو الو تفضلي بونجور بونجور معك مدام أنطوانيت ايه اهلا اهلا وسهلا تفضلي مدام نحن عندنا مشكله رئيس البلديه اخذ طريق محادي للاوتوستراد اوكي وعم بيسد فيها زباله لا عم بيوضب ولا عم بيطمر ولا عم بيهز الريحه اكلتنا علوها صار في 10 امتار اولادنا ما عم بيصحوا من الجريد صار عندهم حساسيه
يعني ما بيكفينا معمل سبلين ومعمل زي كمان هو زيادة عم بيزيد علينا. بس نحكي بس نحكي بيقوم بيحرق زبالة بالليل. وين بجدرة؟ بجدرة يعني بوز مؤسسة المساواة أو استقبال. عرفت عرفت وين عرفت بس أنت عم تأكد أي منطقة جدرة. أوكي نعم كمان اتصال. طب بليز أوكي رح نحكي يعني مع رح شوف مع البلدية شو الموضوع. كمان اتصال. ألو بونجور. بونجور مدام. كيفك مدام؟ الحمد لله. معك مدام عبود. ايه أهلين. عم بحكيك على طريق جبال انت ورايحة من أمبلياس على جبال. اوكي. في هاو اللي مبسطين الموز على الطرقات. ايه. حاطين الكيلو بألف. اوكي. بقى يعني اثنين كيلو طلعوا كيلو ونص. هلأ أنا انتبهت إنه مش اثنين كيلو الموز. نعم. طلعت على الميزان برامت طلعت على الميزان لقيت انه 2 كيلو. هلا الظاهر انه عم يلعب بالميزان. اوكي. جيت على البيت انا زنتهم طلعوا كيلو ونص. هلا اللي قبل الزلمه كمان زدت شيء. انا ليش انتبهت انه منهم 2 كيلو موز. ها انا أوكي. بعرف شو 2 كيلو موز. اوكي. يعني انه عم بتصير بكل الناس. يعني هول المبسطين لازم يعني تقطع حمايه المستهلك بطريقه تعمل ما بعرف اذا هلا هن عندهم بيقدروا يوقفوا على الاقتصاد ويبيعوا. هذا اول شيء. اثنين على حمايه المستهلك بلش تقطع صوبهم شوي شوي. اهلا وسهلا معك حق. اهلا وسهلا فيك. نحن بشكرك عم تلفت النظر لكتار من الناس يعني حتى ما يستقربوا ويوقفوا حتى ما ينغشوا. كمان اتصال. الو تفضلي. الو تفضلي. اهلا الو تفضلي. اي اوكي تفضلي. الو مرحبا مدام ربيكا. مرحبا شو عندك؟ اي مدام ربيكا شو عندك؟ عم بحكيكي اياها بخصوص بخصوص عم بحكيكي مدام بدي اعرف شو صار معك بخصوص سرقه الجزان اللي انسرق مني بالمطار بيروت. انا صراحه حرم المطار وتحت كاميرات المراقبه. انا صراحه ما عدت يعني مؤخرا ما عدت بعتها لانه يعني طلعت وحكيت وصلت وتدخل المطار والامن العام والكل ما عرفت شو عاد صار. اولا ما عرفت ليه صار هيك وثانيا ليش بعد ما انحلت هيدي المشكله. انا من عندي ما عندي شيء. العالم عم بتطلبني بالامانات والموضوع شيء حساس. يعني مش معقول انا نازله صيف وعيط تحت ومعي ولدين اقعد 3 شهور مسروق جزاني من داخل حرم المطار. طمطم الموضوع وفكر علي وكأنه ما صار شيء. يعني باتصالي هلا عم ترجعي عبر برنامجنا توصلي صوتك للمعنيين انه يعني انت عندي عمل كبير فيكم بالام تي في وعبر برنامجك مدام ربيكا لانه ما في صوت غير صوتي صوتكم يوصل لي الموضوع. يعني بتعرفي الناس عم بتطالبني بالامانات وفي مبالغ معي مصاري يعني مصروفي وعندي ناس عم تعمل لي اشغال لإلي يعني عم بتطالبني بالمصاري. انا مدام من عدا الاشياء الخاصه والاوراق الخاصه يلي تكلفت عليها قديش لارجع اجددها بدل عم ضايع. مدام لقلك شغله بمجرد ما تطلع على البرنامج وتوصلي صوتك هيدي خدمه كبيره لإلك. وبس انا يعني انت حتى محامي تبعها خلي تبعها مع المعنيين. صوره اليوم بنشوفها سوا. يعني هيدي بلبنان وشفتوا وين على اوتوستراد سن الفيل واثنين ATV على سياره ما بعرف اذا قادره السياره تحملهم ما بعرف. هيدي على طرقاتنا. بعطيكم موعد بكره دائما عبر الام تي في. فيكم تتواصلوا معنا على 0444444 على الخط الساخن او مباشر على الهواء. فيسبوك حل عنا وكمان على البريد الالكتروني. الى اللقاء.